جايبين معنا ضيافة، هي الحفلة بتتضمن يعني ألعاب، مسابقات، ضيافة، ونتفرج على أفلام كرتون نحن والأطفال. كل هالشيء لأنه نحن صاير فينا هون الأطفال تبعاتنا عم ينشأوا على جيل كله حرب، كله صواريخ، كله طيران، اللي نحن من زمان ما خلينا فيه. كانوا أهلينا من زمان يقولوا لنا بحرب تشرين، بحرب تشرين، نحن ما صدقون يعني، نحن اللي حسينا بالأطفال تبعاتنا، وخاصة على الأطفال ما في شيء يعني، ما في بسكوت لإله، ما في هيك، نحن صاير فينا كجمعية عم نتمنى قد ما فينا نشتغل ونسعد الطفل مشان نقدم له ونساعده. يعني هلا شوفت عينك الحفلة كلها هون، بعد شوي بتلاقي هيك الأولاد عم يلعبوا ومبسوطين، ويعني وكثير كثير كثير الحمد لله من فضل الله. الأطفال من جوا الحرب عايشين فيه. نحن قد ما فينا عم نطلع الأطفال من الحرب اللي هن عايشين فيه. يعني من فضل من رب العالمين عم يعيشوا كل هاليومين ثلاثة أربعة مبسوطين، بس برغم هالشيء بهالأيام اللي عم تمضي إلا ما تجي الميك تذكرهم بالطيران وتذكرهم بالضرب وتذكرهم، بس إحنا قد ما فينا عم نقدر. انبسطت كلياتها، ما في احلى من هيك الحمد لله. كل الاولاد عم يلعبوا مبسوطين وقاعدين، والبنات عم تلعب وكلهم مبسوطين الحمد لله. مبسوطين اليوم. وش لعبتوا اليوم؟ المراجيح وبالزحليطات وبكل شيء. كل عام بخير وانت بخير.